قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكنت آتيهما بغبوقهما ولا أسقي قبلهما أحدا، وإنه نأى بي اليوم أو نأى بي يوما المرعى أو طلب الرعي. يعني هذا الرجل يريد أن يسأل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح وهو بره لوالديه. بيقوم بيحكي في القصة دي عشان يوريك كيف هو كان بار بوالديه، وكان يسرح بالغنم أو بالبهائم، ثم يأتي في آخر اليوم فيحلب هذه الأغنام، ثم يبدأ بأبويه فيسقيهما قبل أولاده وقبل امرأته. وإن يوما من الأيام طلب المرعى فأبعد، فرجع متأخرا فوجد أبويه قد ناما، فحلب لهما كما كان يحلب في الغبوق الذي هو الإناء الذي فيه اللبن. قال: فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أسقي قبلهما أحدا، يعني بعد ما ملأ الإناء بتاع أبويه من اللبن ما دار يصحي أبوه أمه عشان يشربوا عشان ما يقطع عليهم النوم بتاعهم، وهذا من بره بأبويه، ولا هو أيضا يريد أن يسقي قبل أبويه لا امرأة ولا ولد. قال: حتى طلع الفجر، زول سايق البهائم بتاعته اليوم كله وجاء متأخر حلب لأبويه وراجم يصحوا وما صحوا لغاية الفجر، قال: والصبية يتضاغون عند قدمي، زول تعبان، وبعد ما هو تعبان بقى واقف لغاية الفجر طلع. قال: فسقيتهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. الصخرة دي نزلت من فوق، قالوا نحن دفر دفر ما بنقدر على الحجر الكبير ده، ما بنقدر نزحه إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بصالح وخالص الأعمال، أعمال عملناها لربنا سبحانه وتعالى خالصة ليس لأحد فيها رياء ولا سمعة. فده عمل، العمل ده بر الوالدين عمل صالح، فعمل خالص لله. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الثاني قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فطلبتها على نفسها فتمنعت، يعني داير يزني بها أبت عليه. قال: حتى أخذتها سنة شديدة، جاءت عليها سنة صعبة، فجاءت تسألني شيئا من المال، فقلت: لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، فاضطرتها الحاجة. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت: يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. شوف الزول ده سأل الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، وهو شنو؟ البعد عن الحرام والعفة والبعد عن تتبع عورات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة امرئ، أو قال مسلم: تتبع الله عورته، يعني الله بيفضحك. فسأل ربنا سبحانه وتعالى
بأنه إنسان عفيف، والقرآن والسنة أمروا بالبعد عن الزنا وأمروا بالعفة. قال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء. عندي عمل قمت أجرت له ناس، يعني قاولت ناس. قال: فأعطيت كل واحد، فلما قضوا أعطيت كل واحد أجرته إلا واحدا ترك حقه وذهب. قال: فنميت له ماله حتى صار واديا من المال، من النعم، من الغنم أو البقر أو الإبل، المهم من المال. قال: فجاء صاحب المال يقول: يا فلان أعطني حقي. قال: فقلت: أترى هذا الوادي؟ قال: نعم. قال: كله لك. قال لي: شايف الوادي ده؟ ده كله حقك. قال: أتستهزئ بي؟ أنت بتستهتر بي ولا بتلعب علي بتضحك علي؟ قال: لا. قال: فأخذه ولم يترك منه شيئا. ما قال لي: أخشي الغنماية دي هدية، ولا دي اديناها هدية للولد، ما خلى لا أي حاجة، شال كله. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد فضيلة بر الوالدين، وفضيلة العفة وترك الحرام، وفضيلة الأمانة وحفظ أموال الناس، وأنها من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن المؤمن يعمل العمل الصالح يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ثالثا، قال العلماء من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيشرع له أن يقدم بين يدي دعائه واحدا من ثلاث طرق، أو من ثلاثة طرق. داير تدعو الله، وداير ربنا يستجيب لك دعاءك. قبل ما تدعو الله قدم واحد من هذه الثلاث أشياء، أو ادعو الله بأحد هذه الأسباب. السبب الأول دعاء الله بالأعمال الصالحة، تقول زي ما جاء في الحديث: يا الله ببري بوالدي، يا الله نجح ولدي، يا الله ارزقني، يا الله اشفني، يا الله كذا كذا كذا، تسأل الله. وكما جاء في القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. داير يسأل الله، يدعو الله بشنو؟ أن يغفر الذنوب وأن يتوفاه مع الأبرار. فقدم بين يدي الدعاء هذا التوسل بالعمل الصالح الذي هو الإيمان، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. العلماء ده قالوا الطريق الأول لما يسمى بالتوسل، أي للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعاءك، ده طريق واحد. الطريق الثاني وهو أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حزبه الأمر كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. تدعو الله سبحانه وتعالى، وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده الطريق الثاني. وكدعوة ذي النون، وهو يونس عليه الصلاة والسلام إذ هو في بطن الحوت، ربنا قال:
وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه فنادى في الظلمات في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكأن يدعو الإنسان بسم الله العظيم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ومن باب الاستطراد في كثير من الناس بيخدع المسلمين يقول لك ده زول عنده اسم. الاسم النبي عليه الصلاة والسلام ما كتمه، علموا للأمة كما في حديث أبي داود والإمام أحمد من رواية بريدة عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فما في زول يغشوه يقول له في اسم، وناس يقول لك لما تمسك الاسم بيجيك حاجات غريبة، تجيب قعونجة قدر الركشة كويس، ويجيك أم 44 قدر القطر، ده معناه شغل بتاع شياطين. لكن الوراء والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ للأمة هو هذه الأدعية العظيمة. وكأن يقول الإنسان إذا أراد أن يرقي مريضا اللهم رب الناس مذهب الباس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم، وغير من الأدعية الكثيرة. فيتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، تدعو الله كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي ألحوا بها في الدعاء وأكثروا منها في الدعاء، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. النوع الثالث وهو أن تدعو الله وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء العبد الصالح. ركز، بدعاء العبد الصالح وليس بالرجل الصالح. تقول يا فلان أدعو لي الله معك، الدليل شنو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل. يعني مثلا أنا قلت يا الله فلان نجح له زراعته، الملك يقول آمين، وبرضو ربنا أنت ينجح لك أمرك. رائض الذي يجتنب الكبائر وإذا وقع فيها استغفر وأناب وتاب ولا يجاهر بذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى ربنا سبحانه وتعالى فسر بهم الأولياء، صفة الأولياء. الأولياء ديل منه؟ ربنا قال لك الجمع شرطين، الشرط الأول الإيمان، الشرط الثاني التقوى. ودي أخواننا أقرب، ده أقرب طريق لأنه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك. وفي ناس بيخلوا ده كله يجعل بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وسائط، يقول لك يا زول أنا وسخان وأنا عندي معاصي وذنوب وأنا ما في حاجة في الدنيا دي خليتها، وأنا لو دعيت الله كده الله ما بيقبلني. لكن الأولياء دي الناس قريبين من الله وناس واصلين، ناس عندهم مكان عند الله، إحنا دايرين إنهم يوصلونا بس لله. وده يا أخواننا ربنا سماه شرك، اللي بيقول أنا عندي معاصي والله ما بيقبلني إلا أمشي لي الله عن طريق زول، ده الشرك ذاته. وده اللي ورط الناس ووقعهم إنهم يمشوا لزول ميت عنده قبة أو ضريح أو غيره يمشي يدعو من دون الله
ويطوفوا بالقبة بتاعته ويتمسحوا بالتراب ويأكلوا التراب ويندهوا في الشدائد. ده اللي ورطهم. الدليل شنو؟ ربنا قال في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ما تجعل لك واسطة. في ناس يغشوك يقول لك يا أخي عمر رضي الله عنه توسل بالعباس. الحديث هذا الحديث صحيح في البخاري، لكن هذا الإنسان ما فهمه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عام الجد قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ركز في الحديث ده كويس. قالوا عمر بن الخطاب قال: المطر لما تنقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنتوسل لله بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بتوسلوا لله بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ بيقولوا: يا رسول الله نزل لنا المطر. بيقولوا: بيجاه الرسول صلى الله عليه وسلم المطر تنزل. هل كان يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، وإنما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بنزول الغيث، كما جاء في حديث البخاري وغيره، حديث أنس بن مالك أن عربيا جاء إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله هلكت الأموال وأدعو وكذا وكذا، أدعو الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا أغثنا، فنزل المطر. الحديث المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأل الله. قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ناس يقول لك يا زول بيجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عنده جاه، يعني عنده مكانة ومنزلة عند الله عظيمة، وهي أعظم منزلة للبشر عند الله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما بيجوز لك تتوسل بالمنزلة، وإنما تتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. عشان كده عمر بن الخطاب لو كان بيجوز التوسل بالجاه البدعي كان بيقول: يا الله بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم نزل المطرة، لأنه جاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عند الله. مكانة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله، ما انتهت. طيب ليه عمر رضي الله عنه وكذلك أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ليه ما توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا ليس بمشروع. فكيف بمن يدعو صاحب القبر؟ يدعو عديل صاحب القبر. في ناس يقول لك يا زول كذا خلينا من ده كله، الناس ديل الموية ذاتها ممكن ينزلوها. يقول لك: بيع ماها في سماها، يبيع الموية فوق. احنا اخواننا مرة مشوا محلة هنا على جهة النيل الابيض، لقوا مشكلة في حلة من الحلال قائمة مدورة. قال لهم: يا ناس المطر دي بنزل الله. الناس مشوا ليفكي، دفعوا له مقدم عشان ينزل المطر، المطر ما نزلت وخلاص الزمن قرب ينتهي. مشوا له الشيخ الحاصل شنو؟ ان احنا ما اديناك المقدم. قال لهم: امشوا للفكي بتاع الحله الثانيه ده يمكن يكون ماسك المطر. بالله دي عقيده يا اخواننا، دي عقائد موجوده الان، عقائد موجوده. ويأصلوا لها يقول لك: الاولياء بيتصرفوا في الكون، يتصرفون في الكون، بيعمل اي حاجه دايرينها. والعقيده دي ما كان بيعتقدها ابو جهل الذي قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل شنو؟ ارجع سوره المؤمنون، ربنا قال: قل لمن الارض الواطدي لمنه ومن فيها، الف الواط ذاته حق منه. السؤال ده هل حيسال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ابو بكر وعمر وعثمان؟ لا، وإنما سيسأله لأبي جهل وأبي لهب وعقبة ابن أبي معيط والكفار الكبار ديل في الكفر والشرك. النبي عليه الصلاة والسلام حيسألهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله. المشركين إذا سألتم الواطدي والفيها حق منه؟ ربنا قال حيقول لك حق الله.
والكلام ده كيف؟ ها؟ قل أفلا تتذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ فسيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ فسيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ولذلك يا أخواننا، أنا ما بعرف إنسان يعتقد إنه غير ربنا سبحانه وتعالى يقدر يتصرف فيه كيف. وفي ناس بيخافوا لما أنت تقول لك كلام العقيدة وإنه عقيدتك في ربنا سبحانه وتعالى، والبيملك لك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإنه بقيت الناس مهما كان صالح ومهما الناس مدحوا بقصائد وعملوا له حوليات والناس زاروه وجابوه في التلفزيون والدور 400 دكتوراه، ما بيملك في الكون ده ولا مثقال ذرة، ولا يتصرف في الكون ولا مقدار مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك. ما تخاف، ما تلاوز، في ناس بيلاوزوا حتى الكلام ده ما يقدر يسمعه، يقول لك يا زول بتنزل حاجة، ما بتنزل أي حاجة، ما يقدر يتصرف في الكون ده. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون ديل ناس مشركين وكفار، يقول لك الحاجات دي كلها بيعمل الله. قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولذلك يا أخواننا، المؤمن لابد يخوض في عقيدته إن أمورك دي كلها عند الله، وإنه غير ربنا سبحانه وتعالى ما يتصرف فيك ولا مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ أها صفتهم شنو؟ ربنا قال لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وريني دخل هنا خلقوا بني آدم، خلقوا شيخ مهما كان صالح فيه، ها في تريد خلقوا شيخ غنماية عن كوليب عويش، خلقوا شيخ كويس، ما خلق حاجة مع الله ليه يصرفوا للعبادة؟ الليلة الناس عندهم مثل يقول لك الخيل تجقلب والشكر ليه حماد، الله يرزقهم ولما يقوم فوق يقول يا الصالحين، يا زول انت صالحين ده اللي عملوا فيك شنو؟ ربنا قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ده ربنا سبحانه وتعالى قهر العباد كلهم ضعاف، واحد تلقاه بينده له في فكي ولا في شيخ ولا صاحب بنية ولا غيره ينده تلقاه، وداك لو دقيت له بالتلفون ما بيسمعك يقول لك ارفع صوتك وهو بينده ويقول لك ده سابغ يا رجال العلفون الأسرع من التلفون يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راس إلى كرعية ها يا ود عويس القلب الغنماية تيس يا زول الزول ده بيجيو ملارية بتلقاه بيطرقط يرجف تلقاه ويدوا لك بطانية ومكمدات ده ليه كله. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما صرف النصارى العبادة لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء من هذا الشرك والضلال عليه الصلاة والسلام، ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. العلماء قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال كانا يأكلان الطعام لأنه اللي بيحتاج الأكل اللي بيحتاج
ده ما يستحق يبقى إله. والبيأكل الأكل لابد يمرقه. أسي خليك من الأسماء، الناس اللي بندهوم الليلة ديل جوا الواطة ولا برا الواطة، بيأكل ولا ما بيأكل، بيأكل ولا ما بيأكل، بيخش الحمام ولا ما بخش. والله يكرمك ممكن يجي ويمساك تلقاه قاعد له ساعة جوا، أو يجي ويسهل. دي الابتلاءات دي ليه؟ عشان تعرف إنه زي ده ما بيستحق العبادة. يا أخي أنا أبروك لي ليه بني آدم بيمشي الحمام زي بني آدم يصيبه المرض ويصيبه الأذى ويصيبه الضعف ويحتاج إلى الزوجة وإلى الولد وإلى المعين وإلى الظهير، وهذه ليست بصفة الخالق المستحق للعبادة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. لكن نحن والشيوخ والبندهوم والما بندهوم، ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الشيخ ده ذاته قال لك مصر المؤمنة بأهل الله، مرق قاعد في بطن أمه ضعيف ومرق من بطن أمه وما شايف، بعد أسبوع فتح، بعد شوية بيقعده، بعد شوية بيقى يحبى ويرضع ويريل ولا ما بريل، ويغسلوه ومتغسلوا كويس، ويعلموا المشي ويأكلوا ويلخبط وتعبان، لما يكبر الناس يصرفوا له العبادة. ولذلك يا أخواننا ربنا قال ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذلك نرجع للحديث عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس، قام العباس فقال اللهم، ديل سادات الأولياء، العباس في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، أنس بن مالك في الجنة، العشرة في الجنة، بلال بن رباح في الجنة، كل الصحابة في الجنة. ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سادات الأولياء رضي الله عنهم يدعون الله ويحتاجون إلى الله ويفتقرون إلى الله. عشان كده ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. لو انت عندك كلى ما بشيل منك المرض ده ولا بحوله في زول تاني عدوك. ربنا قال اولئك الذين يدعون، هم ذاتهم اللي بيندهم، اولئك الذين يدعون اي من الصالحين يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بعدين شوف حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ابتلى الأنبياء، من الأنبياء من ابتلاه الله بتأخير الذرية، ومن الأنبياء من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض، ومن الأولياء من الأنبياء من أوقعه الله في الشدائد والكرب، ومن الأولياء من احتاج إلى نصر، من الأنبياء من احتاج إلى نصر الله ولا تخرج، ومنهم من أراد الولد ولا تخرج حاجات الناس في الغالب عن هذه الأمور. زول يا تلقى عيان داير ربنا يشفيه، أو عنده مريض، أو تلقاه داير ولد، أو تلقاه واقع في شدة، أو داير ربنا ينصره. الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها بعض الأنبياء والمرسلين، وديل خير الناس وسادات الناس وسادات الأولياء. وكل هؤلاء الأنبياء ليقضي الله لهم هذه الحاجات ما فعلوا إلا شيئا واحدا، وهو أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى. الأنبياء كلهم، نوح عليه السلام كذبه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
أيوب عليه السلام ربنا ابتلاه بالمرض. لو عندك زول مريض، لو عندك زول كتبه، وده الغالب بيخلي الناس يمشوا للفقهاء والفقراء. لو عندك زول كتبه أقرأ عليه سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. شوف ما زول بيكتب، والله مش لو ما هو طبعا الساحر لازم يكفر بالدين عشان يكتب لك سحر. مش لو كفرت بالدين وعملت أي حاجة وخليت الصلاة وخليت رمضان أو دنست المصحف، لو جيت أنت وشياطينك ما بتعملوا لإنسان حاجة إلا أن شاء الله، ما بتقدر. أقرأ عليك سورة البقرة أحرقك أنت والفكي بتاعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. ما في زول يخوفك يقول لك يا زول هوي والله ما تعمل لي شيء الفلاني، أنا والله إلا أكتبك هناك. مش تكتبني لف الفكي ذاته جوا الجلد ويجيبه، ما بيسوي حاجة، والله ما بيسوي شيء. الفكي ذاته أربطه يا زول. نحن أمورنا كلها فوق، نحن أمورنا في الوطباف عشان تخلي عقيدتك نجيضة. أمورنا في الوطباف، نحن شغلنا فوق. عشان كده نبي من الأنبياء يهود عليه السلام خوفه، قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال له شكله كده يا هود الأولياء بتاعنا ديل بينوا فوقك. ها واحد جابينه في الإذاعة قال كم ناكرا زاد نكران وعفص الشيخ طلع مصران وقال كويس يخوفك. قالوا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يعني كلهم لمهم، ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار في غزوة أحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العاقبة شنو؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ربنا قال لك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال العلماء أي يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تلاوز منهم، الفكي ما عنده حاجة مع الله، ما بيتصرف فيك بحاجة، هو ذاته لنفسه فقير. ولذلك يا أخوانا الإنسان تكون عقيدته في ربنا سبحانه وتعالى مجيه. في ناس يجي يقول لك الولي بينفع ويضر ليه؟ قال لقصة يا ساري الجبل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا ساري الجبل، عشان كذا بيجوز تنادي الأولياء. أول حاجة الزول ده ما فاهم حاجة، لأنه الناس جابوها ما جابوها في الموضوع ده، جابوها في شبهة في محل تاني، فهمت؟ عمر بن الخطاب رسل غايد بتاع الجيش اسمه ساريا، والمسافة بيناتهم شهر. زمان لا في تلفونات ولا في اتصالات ولا في حاجات زي دي. لما قاتلوا العدو، العدو يعني عصر عليهم شوية، فعمر رضي الله عنه كان بيخطب في المنبر، بيخطب في المنبر، أثناء ما بيخطب قام قال له كلمة، قال يا سارية، يا سارية الجبل، الجبل يعني أعصر على الجبل ده، أمشي على الجبل، إلزم الجبل، الجبل الجبل. قال فسمع سارية هذا الكلام، وهذه من الكرامات، الكرامات فيه لكن ما بالطريقة دي. سمع الكلام ورجع للجبل وربنا نصر المؤمنين. كويس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة قالوا له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خلوا ساكت، أنكروا عليه عشان ما يجي يقول لك ديل حصلوا مرحلة زول بينكر عليهم. ماف الصحابة أنكروا على عمر رضي الله عنه، قالوا أوحي بعد رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قالوا قلت كيت وكي. قالوا له قلت كده، حتى أنه أنكر إنه ذاته قال الكلمة دي. بعد ذاك ذكروا فتذكر. فدي يا أخواننا كرام. هل عمر بن الخطاب نادى سارية ولا نبهه؟ يعني مثلا أنت ألقاك دار تقع في بير،
أقول لك يا حاج فلان البير البير كده ناديتك، ده دليل إنه أنا أناديك في الشدائد؟ المسألة دي بتخش عقل يا أخواننا؟ ما عندها علاقة. كويس. يقول لك يا أخي الأولياء ديل بينفعوا ويضروا ليه؟ لأنه موسى عليه السلام ورى النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه الصلوات إنه الأمة ما بتقدر على 50 صلاة. يقول لك نفعوا وموسى عليه السلام ميت. طيب الكلام ده كان وين؟ سؤال. كان في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج دي شنو؟ دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات لا يقاس عليها. طيب موسى عليه السلام ضرب البحر، بقى شنو؟ بقى شارع يابس. انت عندك زول بيعمل الحكايه دي؟ الإسراء والمعراج ده عباره عن معجزه من المعجزات، والمعجزات لا يقاس عليها. ده دليل باطل. يقول لك قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. والذي عنده علم من الكتاب في قصه سليمان لما اتفقد الرعية ولقى الهدهد ما في، والهدهد مشى لقى ناس بيسجدوا للشمس ومالكاهم مرأ، ورجع وكلم سليمان عليه السلام. سليمان رسل لهم رسالة قال لهم تجوني وتسلموا، فقاموا رسلوا له هدية، فقال لهم بل أنتم بهديتكم تفرحون. بعدها قال الناس الجايني اللي بيجيب لي العرش بتاع منه. قال الذي عنده علم من الكتاب، بعض العلماء قالوا يا أخي ده سليمان عليه السلام ذاته، بعض العلماء قالوا هو رجل صالح. هو بيجي يجيب لك الكلام ده يقول لك آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شايف؟ شفت التصرف ده كيف؟ طيب عمل شنو؟ القرطبي وابن كثير من علماء المفسرين قالوا توضأ وصلى ركعتين ودعا الله. قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام، أنت توضأ وصلي ركعتين وقول يا الله جيب لنا عربية أوباما، ما في زول سالك، ما في زول سالك، أنت دعيت الله؟ لكن تقول لي الشيخ عنده تصرف في الكون. جايبين في قناة النيل الأزرق واحد تابع لشمال البحر هناك طريقة كبيرة جدا، الكلام ده في تلفزيون النيل الأزرق، قال نحن شيخنا ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسان، كن فيكون على لسانه. قال الكلام ده في النيل الأزرق، وربنا سبحانه وتعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك أخواننا الخلاصة أن المؤمن يجعل عقيدته في الله. شوف عليك إبراهيم عليه السلام نموذج وأسوة للمؤمنين، قال لقومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب سؤال، سؤال أنا بسأله، ليه إبراهيم عليه السلام قال إلا الذي فطرني أو إلا الذي خلقني إلا رب العالمين؟ ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، يعني دخلني مع الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، قالوا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم معناه شنو؟ معناه خليناكم في منزلة رب العالمين واحد، إذ نسويكم ندعو الله وندعوكم أنتم، نستغيث بالله ونستغيث بكم أنتم، نعتقد إنكم والله بتعلموا الغيب، وهكذا تالله إن كنا لفي ضلال. وبعدين شوف القسم بتاعهم ده قسم قوي، قالوا تالله، وفي الدنيا هنا كان بيحلف بغير الله. والله في ناس أزول تقول لي أزول أحلف بالله، يحلف لك بالله عادي كذب وزور ويأكل بأموال الناس. تقول لي أزول أحلف بشيخك يجي في طوال يقول لك أزول هوي نحن اللي هنا ما بنتفاهم، ما بنتفاهم كيف؟ يعني أنت عندك شيخك ده
أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ ودي التسوية ذات إذ نسويكم برب العالمين. ولذلك يا أخواننا ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. العمل الصالح تعمل العمل، الصلاة عمل، الزكاة عمل، الدعاء عمل، التوكل عمل، الرجاء عمل، الرغبة عمل، الصوم عمل، دي كلها أعمال صالحة، قراءة القرآن، الدعاء، بر الوالدين، صلة الجار، الرحم، التصدق، غيره، دي كلها أعمال صالحة تعملها لوجه الله، ما عشان زول يشوفك، ما عشان زول يمدحك، ما عشان زول يسمع بك. ده واحد. اثنين، تكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون على السنة. في ناس بيذكر الله ذكر ذات ربنا ما نزله، هو ده شنو ده؟ ده ربنا ما نزل، يجيب أذكار من رأسه. بعدين ربنا سبحانه وتعالى بيسألك كما قال العلماء لا يعمل ابن آدم عمل إلا نشر له ديوانان. لما وكيف؟ صليت العشاء؟ أيوة صليت العشاء. ليه صليت العشاء؟ إذا كان خالص ده الشرط الأول يتحقق. لما؟ كيف صليت العشاء؟ هل صليت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا بتسابغ الإمام وتتلفت في الصلاة وتتحكحك كثير وما بتقول الأذكار؟ صليت كيف؟ عشان كده ربنا قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك أخواننا الوصية لنفسي ولجميع المسلمين أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نجعل عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله. ربنا قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم، قل إن الأمر كله بيد الله، الأمر كله عند الله سبحانه وتعالى، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ربنا سبحانه وتعالى قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا في صورة الشيخ بيجيب لك رزق، ولا ورقة بيجيب لي زور رزق، ولا كمون بيجيب لي زور رزق، أو بيدفع عنك شر، أو بيشيل منك العين، أو حجاب، أو تميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. فلا بد يا أخواننا الإنسان تكون عقيدته دي نظيفة. أول حاجة الإيمان ده إذا صح عمل كله بيصلح، إذا فسد عمل كله بيحبط. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن، قال العلماء أي ليبطلن وليفسدن وليذهبن أجره ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مراضيه، إنه لذلك القادر عليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.